بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حافظه الله. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في أحكام الصيام، ومع الآية الكريمة وهي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. وقد بينا بعض ما يؤخذ من الأحكام من هذه الآية الكريمة، خصوصا مفسدات الصيام التي تبطل الصيام ويلزم معها القضاء ويلزم مع بعضها الكفارة. والآن نكمل هذا الموضوع ببيان أشياء يتساهل فيها كثير من الصائمين، ويظنون أنهم إذا تركوا الطعام والشراب والشهوة أن هذا هو الصيام، وينسون أن هناك أشياء تخل بالصيام يتساهل فيها كثير من الناس، وهي المعاصي. فالمعاصي محرمة في كل وقت، وفيها إثم وعقوبة، ولكنها إذا حصلت من الصائم فإنها تؤثر على صيامه، وقد تذهب بأجره ولا يبقى له أجر، وإنما يكون حظه من صيامه الجوع والعطش. فينبغي التنبه لذلك، فإن كثيرا من الناس يسهل عليه ترك الطعام والشراب والشهوة، ولكنه لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من المخالفات الشرعية. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالجنة، فقال: الصيام جنة. والجنة هي الشيء الذي يستتر به المقاتل من عدوه، الجنة هي الشيء الذي يتخذه المقاتل يدفع عنه سهام عدوه. فالصيام يشبه هذه الجنة في أنه يدفع عن الصائم الآثام، ويدفع عنه العقوبات. فإذا حافظ على صيامه صار جنة واقية له من عذاب الله، وإذا لم يحافظ على صيامه من المخالفات فإن هذه الجنة تتخرق، فلا تقيه من المحذورات. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها.
قالوا يا رسول الله وكيف يخرقها؟ قال بغيبة أو نميمة، فيجب التنبه لذلك. الصائم يجب عليه أن يصوم لسانه وأن يصوم سمعه، أن يصوم لسانه وأن يصوم نظره وأن يصوم سمعه عن المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، يعني يترك، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فيجب على الصائم أن يحفظ لسانه، وهذا واجب على المسلم في كل وقت، أن يحفظ لسانه عن الكلام المحرم، ولكن الصائم أولى بذلك، لأن الكلام المحرم يفسد صيامه من ناحية أنه يذهب بأجره وثوابه، فلا يبقى له به أجر إذا لم يحفظ لسانه عن الكلام المحرم من شتم وسباب وقول زور وغيبة ونميمة. قال الله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قولوا قولا سديدا، الإنسان لا بد أن يتكلم، الإنسان لا بد له أن يتكلم، ولكن لا يتكلم إلا بالكلام الذي يفيده كذكر الله والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم العلم النافع، أو يتكلم بالكلام المباح الذي يحتاج إليه، تكلم بالكلام المباح في حوائجه وطلباته مع الناس، ليس ممنوعا أنه يتكلم في حوائجه مع الناس بالبيع والشراء والمعاملات وسؤال الناس عن الأشياء التي هو بحاجة إليها، ليس ممنوعا من هذا، لكنه ممنوع من الكلام المحرم كالغيبة. الغيبة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة هي الكلام في أعراض الناس وهم غائبون عنك، ليسوا معك، تتكلم في أعراضهم لتنقصهم وبيان عيوبهم وهم غافلون عنك،
أنت لا تضرهم وإنما تضر نفسك، أنت تهدي إليهم حسناتك، فإذا تكلمت فيهم فإنهم يأخذون يوم القيامة من حسناتك لأنك ظلمتهم، ويوم القيامة لا بد من القصاص، يقتصون من أعمالك. في مقابل ما تكلمت في أعراضهم، والله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تصور سبحانه وتعالى الغيبة بأكل لحم الميت، ومن يطيق أنه يجلس على جثة على جثة أخيه يأكل من لحمه؟ هذا شيء تنفر منه الطباع. فالغيبة مثل أكل لحمه وهو ميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا تنفير من الغيبة. كثير من الناس لا ينتبهون للغيبة، بل لا يتفكهون في مجالسهم إلا بالغيبة، فلان كذا وفلان كذا، ويستعرضون الناس في مجالسهم ويظنون أن هذا الكلام راح انتهى، ما يعلمون أن هذا الكلام يسجل ويكتب في صحائفهم، ما يفكرون بهذا، ويظنون أن هالغايب أنه ما هو بدارين عنهم، هو ما هو بدارين عنهم، لكن يوم القيامة يدري عنهم. إذا حضروا عند علام الغيوب عند الحكم العدل اقتص للمظلوم من الظالم. ومن أين يقتص؟ دراهم؟ لا، من الحسنات. حسنات اللي فيها نجاة الإنسان من النار يأخذها هؤلاء ويبقى بدون حسنات. فلنفكر في العواقب، فكر العواقب. اللسان هذا خطر عظيم، ولهذا يقول جل وعلا: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة الواحدة، كيف بالكلمات الكثيرة؟ فالغيبة خطرها عظيم، وإن كان كثير من الناس يتساهلون في شأنها، خصوصا في حالة الصيام يترك الطعام والشراب والشهوة، لكنه لا يترك الغيبة لأنه معتاد عليها ومتساهل بها فلا يتركها. كذلك من آفات اللسان النميمة، النميمة وهي نقل الحديث بين الناس
على وجه الوشاية، فيأتي إلى شخص يقول له إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فلان يتنقصك، فلان يعيبك، ثم يذهب إلى الآخر ويقول له إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فيفسد ما بين الناس ويوقع العداوة بين الناس. قال بعض السلف إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. الساحر يفسد بين الناس، يفرق بين المرء وزوجه كما قال الله جل وعلا. النمام أشد، يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. قد يقتل الرجل أخاه بسبب النميمة، قد تقوم الحروب بين المسلمين بسبب النمام الذي يوقع بينهم. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام. ومر صلى الله عليه وسلم على قبرين، مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. أطلعه الله عز وجل على حالة القبرين ومن فيهما، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. لا، وفي رواية: لا يستنزه من بوله. فهذا الحديث يدل على أن النميمة سبب لعذاب القبر والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يترك النميمة وأن لا يحترفها أبدا، خصوصا في حالة الصيام، فإنها تذهب بثواب الصيام. يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعطشتا عطشا شديدا، كادتا أن تموتا من العطش، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له وقيل: يا رسول الله، إنهما قد ماتتا أو كادتا أن تموتا من العطش. فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد. فأحضرهما النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بقدح، فقال لإحداهما: قيئي، يعني استفرغي ما في بطنك. فقاءت نصف القدح قيحا وصديدا ولحما عبيطا، ثم قال للأخرى: قيئي، فتقيأت حتى ملأت القدح لحما عبيطا ودما وصديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس.
يعني اشتغلتا بالغيبة، لحوم الناس يعني الغيبة. فواجب على المسلم أن يحفظ لسانه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور الكذب والتزوير، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وحتى لو أن أحدا تطاول على الصائم وتكلم فيه وسبه وشتمه، فإن الصائم لا يرد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، فلا يرد عليه لأنه صائم. فإذا كان هذا في القصاص فكيف بالاعتداء والظلم؟ إذا كان المعتدى عليه لا يرد على المعتدي بالكلام ويعلن ويقول إني صائم، فإن المبتدي بالكلام السيء وهو صائم أشد إثما. هذا اللسان، قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، أو قال على هل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يقول الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. ويقول الآخر: يموت المرء من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على مهلي. عثرة اللسان خطيرة، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى أن ثورا يخرج من صدع، ثور يخرج من صدع في جدار أو في مكان، ثم يريد أن يرجع فلا يستطيع، فقال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة ثم يريد أن يسترجعها فلا يستطيع، تكلم بكلمة سيئة ثم يريد أنه يسترجع هذه الكلمة، ما يمديه. هذا مثال وضحه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه آفات اللسان، وهي محرمة دائما وأبدا، ولكنها في حالة الصيام أشد، لأنها تذهب بثواب الصيام، ويصبح الصيام تعبا لا فائدة فيه. كذلك يحفظ الصائم بصره عن الحرام، أما الذي يصوم عن الطعام والشراب ولكن لا يصوم بصره عن الحرام، يطلق نظره في الحرام، يخرج إلى الأسواق وينظر إلى النساء ويلاحق النساء بنظراته وهو صائم، هذا لا يبقى له ثواب في صيامه، يتعب بدون فائدة، هذا النظر المحرم يذهب بثوابه فلا يبقى له أجر عند الله. الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت بصاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. النظرة سهم يصيب قلبك، يصيب قلب الناظر، سهم مسموم يصيب قلب الناظر، لأنه إذا نظر متعمدا بشهوة إلى النساء فإنه يورث ذلك في قلبه الشهوة، يورث الشهوة في قلبه ثم يجره إلى الوقوع في الحرام. أما إذا غض بصره ولم يرى ولم ينظر فإن هذا يحفظ قلبه، ولذلك يقول جل وعلا: ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول جل وعلا: يعلم خائنة الأعين. ما هي خائنة الأعين؟ خائنة الأعين هي التي تنظر إلى الحرام، إلى صار محضر الناس ما ينظر وهم ينظرون إليه، لكن إذا غفلوا عنه صار ينظر إلى الحرام، يسارق، يسارق النظر إلى الحرام، يخشى الناس ولا يخشى الله جل وعلا. الناس ما يدرون عنك إذا سارقت النظر، ولكن الله يراك. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاحفظ بصرك من النظر إلى الحرام، خصوصا الصائم، لأن هذا يؤثر على صيامه ويجرح صيامه. وكذلك السمع، البصر، قلنا النظر إلى النساء، وكذلك النظر إلى الصور الفاتنة، الصور الفاتنة في الجرائد والمجلات، ينظرون إلى الصور، صور النساء، هذا يجرهم إلى الشهوة. وهذا ما يقصده المصورون، المصورون الذين يصورون النساء والجميلات، يصورون الجميلات في الجرائد والمجلات، هؤلاء رسل إبليس، هو الذي جندهم لهذا الشيء من أجل أن يفتنوا الناس بهذه الصور. وكذلك النظر إلى الشاشات التلفزيونية، الشاشات التي تجلب البث الفضائي من بيوت الدعارة في الخارج، تجلب العري المكشوف، تجلب فعل الفواحش بالإنترنت أو بالشاشات. وقد كثر هذا وأصبح خطرا مهددا للمسلمين، فعلى المسلمين أن يحذروا من النظر في هذه الأشياء الخبيثة الفاتنة. وقد لا يخرج للأسواق، يجلس في بيته وتأتيه هذه الأشياء بواسطة هذا التلفزيون أو هذا الفيديو أو هذا الإنترنت الذي يذكرون عنه أنه أشد من التلفزيون، فتأتي هذه المناظر الخبيثة في بيته فيصاب بالمرض في القلب، يصاب بمرض قلبه والعياذ بالله. وإذا كان صائما فإنه لا يبقى له أجر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك السمع، يجب على الصائم أن يصون سمعه عن استماع الأغاني والمزامير
واستماع الغيبة والنميمة وقول الزور يصون سمعه لا يستمع إلى الباطل، لأن السمع يؤثر في القلب، فإذا سمع هذه الأشياء، سمع الأغاني، سمع المزامير وآلات اللهو، فإن هذا يؤثر في قلبه ويزرع في قلبه الفتنة. ولهذا يقول جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الواجب على المسلم أن يصون هذه الحواس، أن يصون اللسان، أن يصون النظر، أن يصون السمع عما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يستعمل هذه الأشياء فيما يفيده، يستمع لكلام الله، يستمع للذكر، يستمع للعلم، يستمع للبرامج الدينية يستفيد منها، ولا يستمع للأغاني والمزامير والمسرحيات والأشياء التي يعملها الشيطان في الناس يعرض عنها. والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو هو كل لهو وباطل، كل لهو وباطل أهل الإيمان يعرضون عنه، يترفعون عنه. ليه؟ أنت مؤمن، أنت مؤمن، أنت صائم، أنت مسلم، ترفع عن هذه السفليات وعن هذه الأشياء التافهة. الله أعزك بالإسلام ورفعك بالإيمان ورفعك بالصيام، فلماذا تنزل نفسك إلى هذه الترهات والأباطيل؟ ترفع بنفسك. وليس هذا خاصا برمضان أو وقت الصيام، وإنما هذا عام في جميع الحياة، في جميع العمر، ولكنه من الصائم أشد، لأنه مع كونه محرما وإثما هو أيضا يؤثر على الصيام. أنت صائم لأي شيء؟ تريد الأجر، تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذا لم تصن سمعك وبصرك ولسانك لا يبقى لك أجر، الأجر الذي تطلبه ما في راح، ولا بقي لك إلا الجوع والعطش. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. الواجب على المسلم أن يخلص عمله لله، وأن لا يخلط السيئات مع الأعمال الصالحة، فإن هذا قد يتغلب على أعماله الصالحة، وقد ينجرف الإنسان ويفسق ويخرج عن طاعة الله بسبب إطلاقه لسمعه ولبصره وللسانه، ثم في النهاية يخرج عن طاعة الله عز وجل. فعليك أيها المسلم أن تحافظ على دينك عموما، وعلى صيامك خصوصا، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تتجنب ما حرم الله. هناك صيام مؤقت، وهناك صيام مؤبد. الصيام المؤقت هو الصيام عن الطعام والشراب والشهوة، هذا مؤقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأيضا شهر رمضان. وأما الصيام المؤبد فهو الصيام عن الحرام، هذا تصوم عنه طول عمرك، ولا تفطر إلا إذا توفاك الله عز وجل. هناك صيام ليس منه إفطار إلا بالموت، وهو تجنب المحرمات والمعاصي. وهناك صيام مؤقت بالنهار، وهو ترك الطعام والشراب والشهوة، هذا مؤقت. لكن الصيام عن المحرمات هذا مؤبد،
من حين تبلغ الحلم إلى أن يتوفاك الله وأنت صائم بجوارحك عن الحرام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به، وأن يحفظ لنا ديننا ويحفظ لنا صيامنا ويحفظ لنا جميع أعمالنا الصالحة، إنه سميع مجيب، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يوفقنا وإياكم للتوبة والإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من الرابحين الغانمين المأجورين الذين حازوا على فضائل هذا الشهر، أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم هذا الشهر ويقومه احتسابا لوجه الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتمرت ولم أحلق رأسي، بل أخذت من جهات متفرقة بالمقص، فهل هذا يجزي عن الحلق؟ أفيدونا حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التقصير والقص للرأس بالنسبة للمحرم لا بد أنه يعمم على الرأس، ما يكفي أخذ بعض الرأس وترك بعضه. فعلى السائل إذا كان أنه قريب العهد بالعمرة أنه يعيد عليه ملابس الإحرام ويخلع ملابس المخيطات، ثم يقصر من جميع رأسه، لأنه بإمكانه أنه يكمل نسكه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال مثل السؤال الأول، وفيه زيادة: مع العلم أنني قد نزعت ثياب الإحرام ولبست المخيط. نعم، انزع المخيط وأعد ملابس الإحرام وكمل القص. القص لابد يكون من جميع الرأس، كما أن الحلق لابد أن يكون من جميع الرأس، لأن القص بدل عن الحلق. قال الله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالحلق بديل، القص بديل عن الحلق. كما أن الحلق لابد أن يكون لجميع الرأس، فإن كذلك التقصير يكون لجميع الرأس. والرأس محلقين رؤوسكم، رؤوس جمع رأس، والرأس لابد أن يكون كامل، ما هو بعض الرؤوس. ما قال محلقين بعض رؤوسكم ومقصرين بعض رؤوسكم، بل أضاف هذا إلى الرؤوس كاملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي مبلغ من المال يفوق النصاب، وبعت سيارتي لأشتري غيرها، وبعد شهور جاء وقت إخراج الزكاة، فهل تجب الزكاة في ثمن السيارة؟ وبارك الله فيكم. تجب الزكاة في المال الذي حال عليه الحول، أما ثمن السيارة الذي لم يحل عليه الحول ليس فيه زكاة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم. لكن لو كان ربح تجارة، لو كان ربح تجارة، فربح التجارة يتبع رأس المال، أما ثمن السيارة هذا مستقل. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في مساجد مكة تضاعف بمئة ألف صلاة مثل مسجد الكعبة، أم هذه المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة؟ المضاعفة عامة في جميع الحرم، في جميع مساجد الحرم، ما كان داخل الأميال فإن المضاعفة تشمله، لأنه كله يسمى المسجد الحرام، كله يسمى المسجد الحرام. ولكن إذا صلى قريبا من الكعبة ويرى الكعبة هذا أفضل. وأما المضاعفة فهي عامة لكل الحرم، وفضل الله واسع. نعم.
أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: زوجي لا يصلي وأنا أصلي ولله الحمد، وقد نصحت له كثيرا وقلت له اتق الله وصلي، وقال لي سأصلي إن شاء الله، وهو ما زال لا يصلي، وهل أترك هذا الرجل كليا أم لا، علما أني أعيش في دولة غير مسلمة؟ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى في عصمة رجل لا يصلي، لأن من ترك الصلاة فهو كافر خارج من الدين. الله جل وعلا يقول: فإن علمتموهن مسلمات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. ألا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى مع زوج كافر، بل عليها أن تفارقه إلا إذا تاب إلى الله، إذا تاب إلى الله وحافظ على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز السفر لبلاد الكفار للدراسة وجزاكم الله خيرا؟ السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا في أحوال خاصة، لأن فيه خطرا على الدين وعلى العقيدة وعلى لا الواجب العكس، الواجب أن المسلم ينتقل من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، يهاجر، هذا هو الواجب. أما أنه بالعكس يروح من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، هذا لا يجوز إلا في أحوال خاصة، مثل إنسان يريد أن يتعالج وليس له علاج إلا في بلاد الكفار، لا بأس يسافر بقدر الحاجة. إنسان له تجارة يريد أنه يذهب من أجل أن يشتري البضائع أو يتعامل مع المصانع، هذا لا بأس بقدر الحاجة. أو إنسان يريد أنه يتعلم، يريد أنه يتعلم علما لا يوجد في بلاد المسلمين، تعلم هندسة، يتعلم صناعة، تعلم حرفة لا توجد في بلاد المسلمين وهو محتاج إليها، أو المجتمع، مجتمع المسلمين بحاجة إلى هذا التخصص، ألا بأس أنه يسافر بقدر الحاجة، بقدر ما يتعلم. ولكن على الجميع، على التاجر، على المتعلم، على المريض، الذين يسافرون إلى بلاد الخارج، أن يظهروا دينهم وأن يتمسكوا بدينهم ويعتزوا به ولا يتنازلوا عن شيء من دينهم، لأن المسلم مسلم سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، هو مسلم أينما كان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: والدي متوفي، قال لي ضحي من ثلث مالي، فهل أضحي كما قال لي؟ والدي متوفى، ما هو متوفي. نعم. يقول: والدي متوفى، نعم، قال لي ضحي من ثلث مالي، فهل أضحي كما قال لي؟ نعم، هذا طيب. الوصية إذا أوصى بثلث ماله فأقل، الله أعطاه هذا ورخص له أن يوصي بالثلث فأقل في أعمال البر. ومن أعمال البر الأضحية، الأضحية سنة وقربة إلى الله عز وجل، فيها أجر، يضحى عن الحي وعن الميت لأنها قربة وصدقة فيها خير، فنفذ ما أوصاك به والده. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أنا صاحب مهنة مرموقة في مجتمعي، وهذه تأخذ جل وقتي لأنها تحتاج لتطوير المستمر ومطالعة وبحث، وقد من الله علي بالهداية إلى طريق السنة والتوحيد وحب طلب علم الشريعة، وكلما انشغلت في مهنتي ينتابني إحساس بأن مهنتي مهنة دنيوية وانشغال بالدنيا عن الدين، خصوصا وأنها تحتم علي مخالطة أناس بعيدين عن الدين وبعضهم كفر، فأصبحت في حيرة من أمري، وجهوني مأجورين،
هل عمل هذا انشغال بالدنيا وانغماس فيها، وهل فيه نوع من الموالاة لهؤلاء الكفر الذين هم على غير دين الإسلام؟ إذا كان عندك رغبة في طلب العلم الشرعي وعندك استعداد فانتهز هذه الرغبة وهذا الاستعداد واطلب العلم الشرعي، وأما الرزق فالله جل وعلا يرزقك، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا كان عندك رغبة في تعلم العلم الشرعي وأمكن هذا، حصل لك فرصة أنك تتعلم العلوم الشرعية، فبادر إلى هذا. وأما الحرفة التي أشرت إليها هذه لا تضيع، تبقى معك، وبعدين إذا تعلمت العلوم الشرعية أو تعلم أمور دينك على الأقل ترجع إلى مهنتك وتكون متعلما لأمور دينك ومتعلما لأمور دنياك، تجمع بين المصلحتين. فبادر هذه الفرصة، تعلم من أمور دينك ما تحتاج إليه وتعود إلى مهنتك مع المحافظة على دينك، ولا لا توالي الكفار، بمعنى تحب الكفار أو تنبسط معهم، جانبهم ولا تحبهم. وأما اختلاطك معهم في العمل وأنت تبغضهم وتعاديهم فلا مانع، وإذا دعوتهم إلى الإسلام هذه فرصة أيضا، هذه فرصة وعمل صالح. إذا دعوتهم إلى الإسلام وبينت لهم مزايا هذا الدين، ربما أن الله يهدي بك منهم أحد ولو واحدا. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النظر إلى موضع السجود عام حتى أمام الكعبة، أو أن النظر إلى الكعبة أمر مطلوب على أن النظر إليها عبادة؟ لم يرد دليل على أن النظر إلى الكعبة عبادة، لم يرد، ما أعرف دليل على هذا، إنما هذا عند الناس الله أعلم. أما المصلي فإنه ينظر إلى موضع سجوده سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره، ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تخاصمت مع عمي وقلت لا أسلم عليه، فإن سلمت عليه فزوجتي طالق وأنا خارج من ملة الإسلام، لكن سلمت عليه عدة مرات وعدة أيام وأنا ذاهب الآن إلى بلدي، ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أخطأت في هذا الكلام، جمعت بين محظورين، المحظور الأول طلاقك لزوجتك، المحظور الثاني وهو أشد براءتك من الإسلام. وإذا كان قصدك من هذا، قصدك أنك تمتنع من مكالمته ولم تقصد الطلاق وإنما قصدت اليمين، فإنك تكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين وتنحل يمينك في الطلاق. وأما براءتك من الإسلام فعليك بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ولا تعود لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لا أستطيع النوم مبكرا، وحاولت مرارا ولكني لا أستطيع حتى بعد أن أصلي الفجر بمدة حوالي ساعة، وأقوم بعد صلاة الظهر وربما العصر، فهل علي إثم في ترك صلاة الظهر؟ هذه علما بأني حاولت مرارا النوم مبكرا ولم أستطيع، دلونا بارك الله فيكم. هذا تراجع الأطباء، ربما عندك مرض تراجع الأطباء لعل عندهم دواء يعطونك إياه ويعود إليك النوم، وما عندك مرض يمنعك من النوم. وصلاة الظهر لا يجوز لك أنك تنام وتتركها، تنام لكن توصي من يوقظك، أو تجعل منبه، ساعة منبهة عندك تنبه صلاة الظهر، أو توصي واحد يوقظك لصلاة الظهر، احرص على هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد أرض مغتصبة بيعت لغير أصحابها، فما حكم بناء المسجد فيها والصلاة فيها وحكم شرائها؟ إذا كان الواقع صحيح أنها مغتصبة لا يجوز بناء المسجد عليها، بل لا تجوز الصلاة فيها، حتى لو ما فيها مسجد ما يجوز أنك تجي في أرض مغصوبة وتصلي. فبناء المسجد فيها أشد، هذا إذا تحقق أنها مغصوبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لعب الأطفال التي في شكل حيوانات من حجم كبير، وما هو حكم الصور الكرتونية في كتب المدارس وغيرها من الكتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، ويجعل له بكل صورة. يوم القيامة يكلفون أن ينفخوا الروح في هذه الصور، وليسوا بنافخ الروح، لأن هذا من شأن الله عز وجل، لكن هذا من باب التعذيب والتعجيز لهم. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ومن صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، ويجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. تصوير خطره شديد، لا يجوز للإنسان أن يحترف التصوير أو يبيع الصور، بيعها حرام وشراؤها حرام، وجعلها في البيوت حرام. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، إلا الصور الممتهنة التي تداس ويجلس عليها، هذه ليس لها حكم. أو الصور الذي يحتاجها الإنسان لضرورياته، مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية، إثبات الشخصية، هذه ضرورية يحتفظ بها الإنسان لأنه محتاج إليها في أموره التي هو لا يستغني عنها. والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه ضرورة. أما اختيار الصور في الاختيار من غير ضرورة، بل من باب الفن أو من باب الذكريات، أو هذا لا يجوز الاحتفاظ بالصور سواء للأطفال أو لغير الأطفال، ما دامت إنها صور حيوانات أو صور آدميين، كل ما فيه روح لا يجوز تصويره، ولا يجوز استعمال صورته للأطفال ولا لغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي بعض التحف الفضية، هل هذا حرام؟ وهل الأفضل بيعها وإن كانت محرمة أو رميها؟ لا يجوز اتخاذ التحف من الفضة أو من الذهب، هذا لا يجوز، وعليك أنك تحولها، تبيعها على الصاغة، يصوغونها حلي، تبيعها عليهم يصوغونها حلي، أو تواجرهم يصوغونها لك حلي، تبيع الحلي، أو تعطيه لزوجتك، حولها من تحف إلى حلي، ولا تبقيها على أنها تحف أو أكواب أو غير ذلك، هذا حرام، لا يجوز اقتناء الأواني من الذهب أو من الفضة، لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف العمرة للميت؟ وهل التقصير يكفي عن الحلق؟ العمرة عن الميت مثل العمرة للحي، إحرام وطواف وسعي وتقصير، هذه مناسك العمرة. يحرم من الميقات أن يطوف بالبيت 7 أشواط، أن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط،
أن يحلق رأسه أو يقصر، والتقصير يكفي عن الحلق، لكن الحلق أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قيل: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قيل: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قيل: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: وللمقصرين، في المرة الرابعة. فدل على أن الحلق أفضل، والله قدم الحلق على التقصير، قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. الحلق أفضل، ولكن لو أنه قصر يكفي هذا، إذا أخذ المفضول يكفي عن الفاضل. نعم. يقول السائل أو تقول السائلة: هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام ليس للصلاة ولا للطواف ولكن للجلوس فقط؟ لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد، لا المسجد الحرام ولا غير المسجد الحرام. حائض ما تلبث في المسجد، أما أنها تمر لأخذ حاجة وتخرج لا بأس، لكن الجلوس لا، ما تجلس في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حصل حادث وكان في السيارة مسلمين وكفار واختلط لحمهم فيما، فما الحكم في الصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين؟ صلى عليهم بنية المسلمين، بنية أن الصلاة على المسلمين، ويدفنون في مكان غير المقبرة العامة، يدفنون في مكان مصون لا يوطى ولا يمتهن، يدفنون في بر أو في مكان منعزل، لأنه لا يميز هذا عن هذا، والله يتولى عباده المؤمنين. نعم. سائل يقول: البلد الذي أسكن فيه يكثر فيه الشرك بأنواعه، فادعوا لي حتى أطلب العلم وأدعو إلى التوحيد في بلدي. وفقك الله لطلب العلم النافع وأعانك على ذلك، وهذه نية طيبة، هذه نية طيبة، لعل الله سبحانه أن يبلغك ما نويت وما قصدت، وهذا هو الواجب على المسلم، أنه يتعلم من أجل أن ينفع نفسه ومن أجل أن ينفع الناس، ويدعو إلى الله عز وجل. وليت أن طلبة العلم والمشايخ يعملون هذا العمل ويقومون بما أوجب الله عليهم، ولا يكونون حجة لأهل الباطل ويقولون سكت العالم الفلاني والعالم ما قال شيء ويتخذونهم حجة. فليت العلماء وطلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله والبيان للناس، حتى تبرأ ذمتهم وينتفع بعلمهم، ولا يكونون حجة لأهل الشر وأهل الشرك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.